فده احنا بصراحه ما كانتش مخوفانا قوي، ما كناش حاسين ان احنا ممكن الماتش صعب، يعني يمكن ماتش سهل حاجه بيها، كان ماتش بالنسبه لنا اصعب. نزلنا الحمد لله عملنا ماتش كويس، يعني كابتن حسام كان بيلعب وانا وراه وعبد الستار واحمد الباك يمين ياسر عمار بيهاجم، كنا حوالي 6 في دايما في الهجوم، وده عدد كبير جدا. عملنا ماتش كويس، جبنا جول اول كابتن حسام جاب جول متابعه من الجزيره تقريبا انا حطها، فتح لنا الماتش بشكل كويس. الشوط الثاني الكوره اللي عملتها انا وكابتن حسام غلطونا على طارق مصطفى، وانا قدامي الكوره والجول وانا رايح للجول، شفت كابتن حسام واقف لوحده خالص، فعملتها بكعب بقى الكعب الشديد ده، كابتن شوبير صيادني فيه.